واغلب المحلات مغلقه من قبل الصناعه تقريبا 4 سنوات. كذلك نطالب بفتح بعض احياء المدينه اللي تم فتحها جديدا في الطرق المؤديه الى المدينه الى الاحياء السكنيه، وخاصه طريق المستشفى والطريق الرابط بين السوق وحي النفط وحي الكهرباء. نطالب بفتح شارع سوق بيجي المصرف القديم باتجاه البانزي خانة، لأن السوق له مدخل واحد فقط، هو من جهة الشارع العام وسوق المخضر، وهذاك ده يسوي زخم بذاك الشارع، وشارعنا ميت نهائيا، يعني لا حد يمر لا سيارة لا بشر، ما حد يصل له. واحنا كاصحاب محلات نطالب الاجهزه الامنيه وقوات الحشد الشعبي بالنظر لحالتنا. احنا نطالب ان شاء الله من الجهات المسؤوله عن فتح الشارع الرئيسي من يم مقابل المحكمه، لان الشارع هذا شارع ميت هسه حاليا، ما تمر به لا سياره ولا يمر به بشر، واحنا اصحاب محلات رزقنا على هاي المحلات، خلي شويه يساعدوننا بها، احنا وياهم بالامن وبالنظافه وبكل الاحوال.